كل جثه ليها حكايه. يا رب انا اجيب لهم الجثه اللي يشرحوا عليها واتكل على الله. يا رب استر يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا هربان من الحكومه والمفروض ان انا جاي لواحد هنا اسمه فرج. فرج ده هو اللي هيخبيني. معلم حكوره بعتني هنا وقال لي تعال واحد اسمه فرج وانا ما اعرفش المكان ده بيتكلم عن ايه، وانا خايف قوي، بخاف قوي من كل الاماكن. يا رب استر استر يا رب يا لهوي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. هتعمل فيا ايه اكتر من سنتي مكسوره؟ يا رب يا رب. زي ما ابويا عودني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هجيب السرير التاني الفاضي اللي هيقطعوا عليه. يا رب. هو المكان ده ايه؟ ده مكواجي. ايوه هو مكواجي، هو بتاع زي دي وبيروح ايه؟ كاو عليها. مش مهم مكواجي مكواجي. استر يا رب. يا لهوي. والنبي يا رب اخر مرة. ده فاضي بس بيخوف برضه. استر يا رب. مش كان هنا سن؟ كان هنا ولا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه؟ ما قلنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت أطرش يا ابني ولا إيه؟ أنا رحت النار ولا دريم بارك؟ يا رب ارحمني يا رب. يا رب ما يركبونيش الصاروخ. يا رب استرها يا رب. يا رب يا رب. الحمد لله تهيؤات. ما هو ما فيش ناموس جبلي هيعمل كده. استر يا رب. أنا أتكل على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تلبسنيش ما تلبسنيش، عايز اعيش. ابو سيدك ما تلبسنيش. ما البسكش وانت جزمه. ما البسكش ليه؟ يعني قصدي انت روح شريره. لا انا بني ادم يا ابني، تعالى بجد. لا لا ما تلبسنيش يا ابني. تعالى في ايه يا عم؟ ما فيش حاجه. بس انت بني ادم بجد؟ ايوه يا عم. في ايه جابك المشرحه؟ اصل انا هربان من الحكومه والمعلم حكوره قال لي تعالى لواحد اسمه فرج هو اللي هيداريني. انا فرج يا سيدي؟ طب حكوره يبعتك ليا ليه المشرحه؟ ما يبعتك ليا البيت. يبعتك ليا ايه؟ المشرحه. هي دي مشرحة؟ ايوه. في جثث بجد؟ بس بالرعب. لا لا ما تموتنيش ما تموتنيش. مالكش هنا بني ادم. لا بني ادم ايه؟ انت ميت، انت اكيد جن. لا 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 انا شكلي كده. لا يا رب لا يا رب لا يا رب لا لا يا رب. مش عايز اموت يبقى شكلي كده يا رب. لا لا يا رب. والنبي يا رب اعمل طياره يا رب وحطي بلعني بس ما اصحاش ابقى كده. لا 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 لا. عايش ومبسوط كمان. لا ما يكدب والله. بس هو وشي قديم. تعالى بس تعالى ما تخافش. حكوره بعتك ليه المشرحه عشان اخبيك من الحكومه؟ دي ايه؟ مشرحه. يا حبيبي خلاص بعتك ليا الملاهي. خلاص ما تخلي قلبك ميت زيي. ما انا هو ما بخاف. تعالى بس. ايه هو لولا المعلم بس بيورد لنا الجثث ويعني طلبات واوامر كنا مش هنخبيك، بس عشان خاطره هخبيك. اصبر اقفل الشغل ونروح عندي هتويك في بيتي ما حدش هيسمع عنك. بس مشيني من هنا. اهم اهم. ايه ده؟ سلام.